يمكن تستغرب لما تعرف أن حلم السفر للنجوم هو حلم أقدم مما تتصور، من عهد الحضارات القديمة والنجوم بتثير فضول أي حد بيبصلها، وهو ده تحديداً السبب في نشأة علم الفلك والتنجيم والأبراج. وعلى مدار التاريخ كله ويمكن لحد 150 سنة فاتوا أو أقل كمان، كان حلم السفر للفضاء بصفة عامة مجرد حلم من الأحلام. بس الكلام ده كله يا صديقي اتغير، وخصوصاً في 50 سنة الأخيرة، فحلم السفر للفضاء والاقتراب خطوة من النجوم ما بقاش بس في الإمكان، ده كمان أصبح ضرورة مفيش غنى عنها. فأولاً من الواضح إن الموارد على كوكب الأرض في أيامها الأخيرة، وثانياً فمخاطر الأجرام الفضائية اللي بتهدد الكوكب بقى العلماء عندهم وعي أكبر بيها، وثالثاً بقى في كل الأحوال الأرض بل والمجموعة الشمسية كلها عمرهم محدود، كده كده الشمس إلى زوال بعد ما تخلص وقودها النووي، بل إن الأرض كمان هتنتهي قبل زوال الشمس بمليارات السنين. فبمجرد ما تبدأ الشمس التمدد وتوصل لمرحلة الريد جاينت أو العملاق الأحمر، هتستحيل الحياة على كوكب الأرض. فيا ترى هل العلماء عندهم أي إجراءات أو خطط طويلة المدى لمواجهة المشكلة دي؟ ولا كل اللي بيعملوه إنهم بينتظروا اليوم اللي هينتهي فيه كل شيء؟ ولو كانوا بيحاولوا يعملوا أي حاجة، يا ترى إيه معدلات النجاح اللي وصلنا ليها؟ ولو كان في صعوبات، إيه هي نوعيتها؟ وهل في أمل في حلها ولا مستحيل؟ كل الكلام ده هنناقشه مع بعض في حلقتنا النهاردة، بس همتكم بقى في السبسكرايب واللايك والشير، وما تنسوش برضو تشتركوا في قناتنا للبارافيزيا، قناة غموض بلا حدود، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. اهلا وسهلا بيكم، انا عماد عصام، وده موضوع جديد من العلم بالملعقه. اول المشاكل العويصه اللي بتقابل العلماء هي المسافات الضخمه بين النجوم. الكون عملاق جدا، والمسافات بين الاجرام اللي فيه بره حدود الاستيعاب تقريبا، لدرجه ان الضوء نفسه اللي هو اسرع وسيله انتقال سرعته ملهاش اي قيمه لو حاولنا نستعملها لقطع المسافات بين النجوم والمجرات. صحيح إن لو عندك مركبة فضائية بتمشي بسرعة الضوء هتوصل للقمر في ثانية واحدة وكسور، بس لو جيت بقى تستعمل السرعة الرهيبة دي علشان بس تطلع من المجرة هتسمع أرقام بعشرات الآلاف من السنين. أما بقى لو حبيت تستخدم السرعة دي علشان تاخد مشوار من أول الكل لآخره فهتحتاج ل 93 مليار سنة، يعني هتحتاج لعمر أكبر من عمر الكون كله بسبع أضعاف تقريبا. تخيل بقى إن كل اللي اتقال ده رغم تعجيزه إلا إنه تفاؤل ملوش أي لزوم. فأولا مفيش حاجة اسمها توصل لسرعة الضوء، مفيش أي جسم يقدر يوصل لسرعة الضوء بموجب قوانين الفيزياء، فوتونات الضوء بس عديمة الكتلة هي اللي تقدر تعمل ده. وثانيا المسافات بين المجرات بتتسع بسرعات أكبر من سرعة الضوء نفسه، يعني حتى لو عملت مركبة فضائية بتمشي بسرعة الضوء فبرضه مش هتعرف تتنقل من مجرة لمجرة. فال 93 مليار سنة دول هو رقم بيفترض ثبات المسافات بين المجرات. وعلى الرغم من التعجيزات دي كلها فالمشكلة مش واقفة لحد هنا، عندنا كمان مشكلة تانية متعلقة بطبيعتنا البشرية. الجسم البشري يا صديقي مش مؤهل أصلا إنه يتحرك بالسرعات دي، خصوصا مع حالات التباطؤ والتسارع المرتبطة بيها. يعني كده احنا عندنا ثلاث مشاكل تقريبا عمرهم ما يتحلوا، والواقع بيقول إننا واقفين حاليا على مسافة 115 ألف سنة من أقرب نجم لينا. المركبات الفضائية بتاعتنا بتحتاج الزمن ده علشان توصل بس لبروكسيما سنتوري، النجم ده هو أقرب النجوم لينا جوه مجرتنا درب التبانة، وبيبعد عننا حوالي 4 سنين لو اتحركنا بسرعة الضوء، واللي قلنا كمان اننا لا هنقدر نوصل لها ولا حتى في فايدة من الوصول ليها. يعني كده انت ممكن يا صديقي تقول لي انت كده قفلتها يا عمدة، يلا بقى في الحلقة دي واعمل واحدة غيرها. انا عايزك تطول بالك معايا صديقي، انا قلت لك 100 مرة قبل كده ان العلماء مش بيغلبوا، مفيش مشكلة تقريبا ملهاش حل. اول خطوة بيعملها العلماء لحل اي مشكلة هي تقييمها بصورة صحيحة، والتقييم السليم للمشكلة دي بتلخص في جملة واحدة، الواقعية وإدراك حجم المجرة. الواقعية بتقول إنه إذا كان الهدف هو السفر بين النجوم فمجرتنا لوحدها بيتواجد فيها من 200 ل 400 مليار نجم، ده كمان بعيد عن الكواكب والأقمار اللي بتتبع أغلب النجوم دي، وحتى بالحد الأدنى اللي هو 200 مليار نجم دول مش عدد بسيط بكل المقاييس. الواقعية بقى بتقول إن العلماء حتى لو امتلكوا مركبة فضائية بتسافر بسرعة الضوء برضه مش هياخدوا القرار ببساطة انهم يسافروا للنجوم، مفيش مكان في الفضاء بيتراح ببساطة كده من غير ما يتعجن دراسة، ولازم الأول يبعتوا المسبارات والحيوانات وكل شيء. يعني الواقعية بتقول انه قبل ما تبص للسرعة بص كمان للوقت المطلوب. احنا لو افترضنا فرض مستحيل وقلنا ان كل نجم في المجرة محتاج دراسة لمدة يوم واحد بس من هنا على الأرض، يبقى احنا محتاجين ما بين 200 ل 400 مليار يوم، وخلينا نفترض انهم 200 مليار يوم بس وشوف هيعملوا كام سنة، احسبهم هتلاقيهم حوالي 548 سنة، واحنا بنتكلم بالحد الأدنى في كل شيء،
فمسألة إن العلماء يشغلوا نفسهم بالسفر للكون كله دي ملهاش فايدة من الأساس، والحقيقة إن الاتساع الهائل ده للمجرة إحنا ممكن ناخده لصالحنا مش ضدنا. إحنا ممكن نعتبر إن الكون بتاعنا هو عبارة عن مجرة درب التبانة نفسها، زي بالظبط ما كان الاعتقاد ده موجود زمان، وبالفعل هو ده اللي بيعمله العلماء حالياً. وأغلب المعلومات اللي بتوصل لنا بتكون خاصة بمجرة درب التبانة، أو بالكتير بما يسمى باللوكال جروب، واللي بتضم مجرة درب التبانة وجارتها مجرة أندروميدا وحوالي 50 مجرة قزمة على حواف المجرتين. تاني خطوة بقى للتغلب على المشكلة بعد ما لمينا الموضوع قدر الإمكان إننا نؤمن بنفسنا وما نستهينش بسرعة التطور. لو أي حد النهاردة فكر بعقلية أي واحد كان عايش من 200 سنة بس، مستحيل يصدق إن وسائل الانتقال ممكن تتغير من الجمل والحصان للطيارات والصواريخ. ما ينفعش الاستسلام مهما كانت المشكلة كبيرة، وبرضه هو ده اللي بيعمله العلماء، وكل يوم مئات العقول بتشتغل وبتستمر في تطوير التقنيات الجديدة. وعلى فكرة النتائج بتعتبر مبشرة إلى حد كبير، وأول خط ماشي فيه العلماء هو خط تغيير الوقود. كل الصواريخ المستخدمة حاليا بتشتغل بالوقود الكيميائي، والوقود ده بيعتبر تقيل جدا، والطاقة اللي بيوفرها في منتهى الضعف، طبعا المقصود بالنسبة للاستخدام في الفضاء. العلماء بقى فاهمين ان اي خطوة لقدام معناها التفكير في نوع جديد من الوقود، وعلشان كده التطوير حاليا شغال لانتاج اقوى طاقة ممكنة. وحاليا معظم الدول الكبيرة شغالة في برنامج مشترك بيسمى الـ ITER، اللي هو الـ International Thermonuclear Experimental Reactor. بتهدف فكرة المشروع ده اللي مقره في جنوب فرنسا لمحاكاة عملية انتاج الطاقة في الشمس. والطاقة المهولة دي مع النجاح في ترويضها هتوفر سرعات فلكية بالمقارنة مع الطاقة المتوفرة حاليا. وبيقول العلماء ان الطاقة دي هتكون اقوى من الطاقة الحالية ب 99.95%. يا ترى متصور الرقم ده معناه ايه؟ الرقم ده معناه باختصار قفزة اكبر من القفزة اللي حصلت من سرعة الجمل لسرعة الصواريخ. طبيعي ان التقنية دي تكون لسه في البداية وبتقابل مشاكل كتير، لكن برضو التحسينات مستمرة والوصول لنتائج مرضية شبه مضمون. وحتى لو كانت النتائج المأمولة هتحتاج لخمسين او حتى المئة سنة زي ما بيقولوا، فالبداية من دلوقتي افضل من التأجيل. بالإضافة لأن برنامج الـ ITER مش هو الوحيد، البرنامج التاني اللي شغالين فيه العلماء بيسمى برنامج Starshot Breakthrough، والبرنامج ده حقق نجاح جزئي بالفعل. بتعتمد فكرته على استخدام الليزر لزيادة سرعة المركبة الفضائية بشكل كبير، بل إن التقنية دي بتلغي الحاجة لتحميل المركبة الفضائية بالوقود، فطاقة الدفع بتاعت الليزر بيتم توفيرها من مصدر أرضي. لازم تاخدها قاعدة عامة، كل ما تخفف الحمولة كل ما هتقدر توفر سرعات أكبر. فوتونات الضوء هي أسرع شيء لأنها أصلاً عديمة الكتلة، فمسألة عدم تحميل المراكب الفضائية بالوقود دي قفزة كبيرة منتظرة في السرعات، ده غير طبعاً قوة الدفع اللي هيوفرها الليزر. وزي ما قلنا البرنامج ده حقق بالفعل بعض النجاح الجزئي، فالعلماء قدروا أنهم يوفروا طاقة دفع بالليزر لجسم وزنه 1 جرام. وقبل ما تقولي وإيه فايدة الواحد جرام ده، هقولك ما تنساش أننا قلنا محدش بيبعت البشر لأي حتة في الفضاء على طول. نجاح التقنية أصلاً ومن غير حتى الواحد جرام معناه القدرة على نقل وتبادل البيانات، والواحد جرام نفسهم معناه كائنات حية أولية وحتى حشرات ملهاش حصر. وما ننساش طبعاً أن التقنية لسه في البداية، ومحدش يعرف بعد عدة عقود هنوصل لفين، لكن المؤكد أن الهدف المعلن من العلماء في حالة النجاح هو أن التقنية دي توصل المراكب الفضائية لسرعة رهيبة بتقدر بحوالي 20% من سرعة الضوء، والكلام ده بفرض تحقيقه، فالوصول لأقرب نجم لنا اللي هو بروكسيما سنتوري هيحتاج لحوالي 22 سنة. ما تخليش جملة ال 22 سنة دي تخدعك، أنا بقولك إن لحد اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دلوقتي إحنا محتاجين ل 115 ألف سنة علشان نقدر نروح هناك، ف 22 سنة دول لو حتى رايح جاي بمعنى 44 سنة، فدي ممكن اعتبرها مهمة كاملة ممكن يعملها المتطوعين خلال فترة حياتهم. وعلشان كده بيقولوا العلماء إن نجاح برنامج بريك ثرو ستار شوت هيبقى ليه قيمة لا تقدر بثمن، وهيوفر كتير من المعلومات عن الأنظمة الشمسية والكواكب اللي بيحتمل إنها تكون صالحة للسكن. بعيداً بقى عن البرامج اللي اتكلمنا عنها واللي بتعتبر على أول سلالم النجاح بالفعل، فموجود عدد كبير من الأفكار والنظريات اللي مازالت تحت الاختبار والتقييم، واللي وجودها في حد ذاته بيثبت إن العلماء بيحاولوا في كل الاتجاهات. ومن ضمن الأفكار دي مثلاً هو بناء كرة دايسون. الفكرة دي بتاخد اسمها من العالم الإنجليزي فريمان دايسون، واللي قدمها كمقترح سنة 1960. الفكرة باختصار بتعتمد على نشر سرب من الأقمار الصناعية في مدارات حوالين الشمس، وعلشان كده بتسمى الفكرة دي برضو بحزام دايسون. والمهم إن وظيفة الأقمار دي هتكون تجميع طاقة الشمس والاستفادة منها. وغير كرة دايسون كمان في العلماء عندهم أمل في غاية الأهمية،
أمل من الممكن أنه يغير كل قواعد اللعبة، يعني تقريبا في حالة تحقيق الأمل ده فمن الممكن تتحل كل المشاكل اللي قلنا عليها مستحيلة في بداية الحلقة. والأجمل أن الأمل ده مش مجرد أفكار خيالية أو برامج مفرطة التفاؤل، الأمل ده بتسمح بيه تماما وبكل ترحاب قوانين الفيزياء. باختصار، العلماء منتظرين العثور على الثقوب الدودية، الورم هولز أو جسور أينشتاين روزن، المفترض أن هي الأمل الوحيد للعبور من مجرة لمجرة أو حتى من الكون بتاعنا لكون مختلف تماما. فالثقوب الدودية دي يا صديقي عبارة عن أنفاق بتوصل نقطتين بعاد جدا على نسيج الزمكان من غير ما تحتاج أنك تقطع المسافة الحقيقية ما بينهم. وعلشان تتخيل الاختصار اللي بتعمله الثقوب دي في الفضاء، أنت تقدر تجيب مثلا ورقة كبيرة وبعدين ممكن تعمل ثقب صغير في أول سطر في الورقة وكمان تعمل ثقب صغير في آخر سطر. بالتأكيد لو بصيت للمسافة بين الثقبين دول فأكيد هتبقى كبيرة، ولكنك لو تنيت الورقة ممكن تخلي الثقبين قريبين من بعض تماما. والجميل ان الكلام ده واقع حقيقي بتثبته المعادلات والقوانين، بس المشكلة الحقيقية ان الثقوب الدودية بتتكون بين الثقوب السوداء وبتكون سريعة جدا في الانهيار، فلو حتى حاولنا نعدي بمركبة فضائية من خلال ثقب الدودي فهو هيقفل علينا ويدمرنا فورا. والعلماء بيحاولوا يحلوا المشكلة دي تحديدا، يعني حتى تركيز العلماء حاليا مش على العثور على الثقوب الدودية، التركيز على حل مشكلة انهيارها لو جينا نمر من خلالها. وبيقول العلماء ان اللغز ده مرتبط جدا بحل لغز المادة المضادة والطاقة المضادة، ولو وصل العلماء لحل مشكلة المادة والطاقة المضادة هتتحل اوتوماتيك مشكلة الثقوب الدودية. وعموما برضو مش هو ده اخر خط ماشي فيه العلماء، عندنا كمان محاولة شغالة عليها العلماء، وهي محاولة تصميم الورب درايف او محرك الانحناء. محركات الانحناء او محركات الالتواء، لو قلت لي هو مين اللي هيحني ولا هيلتوي هقولك نسيج الزمكان. الموضوع ببساطة ان المحركات دي هتستفيد من موجات الجاذبية، فمعروف ان كل جسم متحرك في الفضاء بيؤدي لتموجات في نسيج الزمكان، لكن طبعا كل ما كان الجسم اكبر كل ما كانت التموجات محسوسة، والتموجات دي لما بتحصل بقوة بتلغي الزمان والمكان اللي قدامها. ولو قدر العلماء يخلوا المركبة الفضائية تركب الموجة دي هتاخدهم لحتة تانية خالص. وقبل ما تفتكر ان الكلام ده مجرد احلام وخزعبلات، خليني اقولك ان العلماء برضو حققوا في الفكرة دي بعض النجاح الجزئي. فالمشكلة اللي بتقابل العلماء حاليا مش الفكرة نفسها، المشكلة في كيفية توليد الموجة دي بالتكنولوجيا المتاحة في ايدينا، اللي اثبتته الحسابات الرياضية اننا عايزين مركبة فضائية في حجم كوكب المشتري بالكامل، والحجم ده مطلوب علشان نولد موجة قوية تنقلنا في حتة تانية من نسيج الزمكان. وطبعا كل المحاولات اللي بتدور حاليا مهتمة بتصغير المركبة الفضائية للحد المقبول. يا ترى ايه من التقنيات اللي اتكلمنا عنها تحبوا نعمل عنها حلقة منفصلة؟ ويا ترى ايه اكبر مفاجأة فيهم من وجهة نظرك؟ خلونا نتناقش مع بعض في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا للغموض والغرائب واحداث ما وراء الطبيعة، قناة غموض بلا حدود، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو، واشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد ان شاء الله.